السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامري. أنا إن شاء الله بعد غياب طويل، سمحوا لي شي ليام تغيبت عليكم، ولكن إن شاء الله غادي نبقى ندير فيديوهات مرة أخرى إن شاء الله. غادي نقدم لكم واحد يعني واحد الدواء كما كتشوف في العنوان، اللي هو ضروري، يعني هذا دواء مجرب، يعني ضروري في تربية الأرانب. يعني خاص أي مربي يكون عنده هذا الدواء. هذا الدواء عبارة عن شنو كيدير، كي يفتح الشهية الأرانب، كيزيد لهم في عملية ديال التحويل. يعني ممكن أنكم تعطيهم غير يعني السيكاليم، ولا وتقولوا غادي يكون واحد المستوى ديال التحويل مزيان. لا، كاين هاد الدواء هذا، يعني راه مجرب، راني جربته. يعني اي حاجه انا كنجربها كنحاول يعني نفيدكم بها. هاد الدواء غادي نقول لكم السميه ديالو، كيفيه الاستعمال، كونوا متاكدين انكم ما غاديش تسقوا تخلوا عليه. لان اش كيدير، كيخلي الارانب ياكلوا مزيان، كيوليو بصحه جيده، كيوليو بحيويه اكثر. يعني غادي تستغناو على داك الفيتامينات اللي مولفي كتعطيهم، او اللي ما كيعطيش كاع اي حاجه وخايف من الثمن، كيقول بزاف عليا الثمن. انا غادي نوريكم ان شاء الله هاد الدواء هذا، اللي هو يعني في الحقيقه انا ما بغيش نخبي على المشاهدين، انا اي حاجه كان يعني كنشوفها صالحه وساحيت لها في الخدمه كنحاول اني نشاركها معكم. الدواء يعني غادي تستعملوه لواحد المده طويله، لان لاحظوا شحال، شوفوا الكف ديالي، شوفوا يعني الحجم ديالو شحال، راه 500 مليلتر، يعني راه نص سيترو ب 70 درهم. زعما واحد الدواء، اش غادي نقول لكم، شي حاجه اللي روعه روعه روعه، رائع. الاسم ديالو هو هذا، هيباڤكس، يعني 200، هذه الرقم ديالو. كما كتشوفوا سوليسيون اورال، يعني هذا سائل، هو عباره عن سائل كيتخلط مع الماء، وكتكبوه لهم في الماء. يعني الارشادات وهذه راه مكتوبه يعني بالفرنسيه، ولكن حنايا يعني عموما ان هذا الدواء اش كيدير، كيغسل المعده ديال الارانب، يعني كيولي الارنب يعني صحيح مزيان، يعني كتحس به هو يعني مريقل، يعني قادر انه ياكل اكثر، كتحس بانه ديما حيوي، كي النشاط، يعني كتحس به كيتحرك بواحد الحيويه. كما كتشوفوا معايا تبارك الله، انتم راني عندي واحد الخلفه، جوج خلفات ولا ثلاثه، تبارك الله راهم وصلوا دابا، انتم يعني راهم حيويه، يعني حيويين بواحد الطريقه. نوريكم عاوتاني شحال هذه، ما وريتكم هذا القفص شحال فيه ديال الارانب عندي. انتم تبارك الله راه مازال المزيد عندي هنايا، شي شانشيلا كحله، وهذا خرج لي هاد السلاله هذه، تبارك الله، يعني كاليفورني، وهو قهوي. انتم اش غادي نقول لكم، هاد الدواء هذا راني ارتحيت فيه بزاف. انتم عقلوا على السميه ديالو، كتبوها دونوها. الثمن ديالو وهو 70 درهم، كانوا كيبيعوه ب 60 درهم، ونظرا يعني الكورونا والمشاكل ديال الارساليات، ولاو يوصلوه للبلاد ديالنا، المنطقه الشرقيه، ولاو يوصلوه ب 70 درهم. ولكن راه لاحظوا ان فيه واحد الكميه كبيره، يعني هما دايرين غتبقاو تعطيو لهم لمده خمس ايام. شحال كتعطيو؟ كتعطيوه جوج سنتيمتر، يعني بهاد المحقنه، تخيلوا كتعطيو هنا جوج سنتيمتر، كتكبوها لهم في يطرو ديال الماء. يعني يطرو ديال الماء هو هذا، يطرو ديال الماء كتخلطوه، يعني كتعمرو هذه القرعه ديال الماء، وتكبو لهم هنايا جوج سنتيمتر، كتجرو بالمحقنه جوج سنتيمتر، او ب ب يعني بالقياس ديالها هو معلقه صغيره. تخيلوا ان معلقه صغيره لمده خمس ايام، شحال غادي يضرب لكم هذا نص سيترو؟ راه نص سيترو، لاحظوا معايا، راه هنايا 500 مليلتر، راه شي حاجه روعه. انا كنقول لكم راه شي حاجه تبارك الله، صنعن به وصافي. كاين قضيه ديال واش كيخدم غير الارانب، لا، كيخدم لجميع الحيوانات. ها انتم لاحظوا معايا هنايا، ها هو هنايا راسمين العود، راسمين البقره، راسمين حتى الحلوف، يعني واخا راه حرام، يعني حنا راسمينو هنايا،
حرام على اللحم ديالو، والدواجن كذلك الدواجن والارانب، يعني جميع الحيوانات ممكن انكم كاع الحاجه اللي كتربى عموما الحوايج اللي كيترباو هاد الدواء هذا غادي 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 ديروا منه معلقه او جوج سنتيمتر من 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 هاد يعني المحقنه كتجبدوا وكديروا في طرو ديال الماء وكتبقى تعطيه لمده 5 ايام. كونوا متاكدين ان الامراض ما كيبقاوش يدوروا بكم ان شاء الله. خلي من من من, من, من يعني الناس اللي كيعطيو غير الحوايج الجافه مثلا السيكاريم بحال هكا، انا كنعطي السيكاريم، ممكن انكم تبقاو تعطيهم. فملي كتعطيهم هاد الدواء، الى واحد الفيديو ديالي السابق راك وريتكم واحد الدواء صغير ب 10 دراهم سميتو هيبارينول، الى راكم تبعون الفيديو ديالي هذاك حتى هو مزيان، وانما راه غير صغيور قداك ب 10 دراهم. هذا يعني ملي كتشريو يعني القنينه راه كتلقاوها يعني سمحوا لي غادي نفتحها وغادي تشوفوا هذاك هيبارينول سمو دايرينو غير في قنينات ديال الزجاج عادي. هذا لا عنده واحد الغطاء هانتوما كما كتشوفوا، يعني حتى كتفتحوا نتايا عاد باش كتبقى تستعملوا. ولكن يعني المفاجاه ديال هذا النهار وهو ان هذا الدواء هذا كاتبين فيه واحد لاضات يعني نون كونسيغي. هانتوما كما كتشوفوا معايا الا كيبان لكم هانتوما نون كونسيغي، ها كاين اللي كتكون نون كونسيغي، هادي نون ديكري. نون ديكري المعنى ديالها ان ما عندهاش لاضات، ما عندهاش يعني لان فيها بزاف ما دينيش فيها لاضات كاع، ما يمكنش تكمل نتايا هادي. ف إذا كان عندكم مجموعة من الأرانب غادي دير لهم يطرو في يعني في شحال ما غادي يكون من 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 أنثى 4 نتوات ولا 5 نتوات والصغار ديالهم دير لهم يطرو كافيهم أنهم يعني ديروا لهم ماشي مشكل. يعني هذاك اللي يطرو كتبقى تفرقوا لهم على الماء، الماء اللي كتعطيه كتبقى تفرقيهم شوية 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 ولمدة 5 أيام. كونوا متأكدين راه كيوليو جد حيويين، والماكلة اللي عطيتيها لهم الناس اللي كيبغيو يسمنوا هذا أهل التسمين، راه هذا إلا مشيتو تعطيتو للأرانب راه كيوليو ياكلوا بواحد الشراهة. يعني ممكن أن حنا كنقولوا المعدل ديال التحويل اللي غادي يكون أنتم بغيتوه في مثلا بواحد الشهر راه يعني كيوليو ما شاء الله. والمفاجأة أن هاد الدواء هذا ممكن يتعطى بعد الفطام ولا قبل الفطام، ويتعطى للامهات وخا يكونوا حوامل، ويتعطى للذكور، ويتعطى في اي يعني اج يعني في اي سن ممكن تعطيهم لهم، راه الدواء يعني مخير. الا ما لقيتوش فرماسيانات ممكن تسولوا عليه في عند البيطاري، انا خديتهم عند البيطاري لان فرماسيان هنايا المنطقه الشرقيه ما جابوهناش، ولكن عند البيطاري راه شي حاجه اللي في المستوى وشي حاجه يعني شي حاجه راقيه كتخدموا بشي حاجه يعني شركه معروفه. هانتوما السميه ديالو هيبافيكس 200، هانتوما هيبافيكس 200 الثمن ديالو 70 درهم كيفيه الاستعمال، وهي انكم تبقاو تجروا جوج سنتيمتر او معلقه وكديروها في طرو ديال الماء هكا في طرو ديال الماء وتعطيوها لهم، راه شي حاجه روعه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا في قناه جميله، ولاحظوا ان العدد ديال المشاركين راه طلع بزاف، ويعني الناس كيشكرونا على هذه القناه، كنرحب بكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله، الله يعاونكم جميع مربي الانانيب. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.